بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. بعد دقائق ندخل في يوم جديد، يوم الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة أيضا وإحنا على أعتاب المولد النبوي الشريف، أيضا يعقبه ب 24 ساعة بدء التصويت على الاستفتاء. التصويت على الاستفتاء هو بداية مواجهة أزمة حكم جماعة الإخوان المسلمين. إذن نحن أمام ذكرى عطرة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا في مرحلة التصدي لأزمة وصراع ومرحلة تغيير. السؤال، كيف كان سيد الخلق ونحن نحاول دائما أن نتأسى به في سنته القولية والفعلية كان يتعامل مع الأزمات؟ الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كمدير للأزمات كيف تعامل في صراعه بين الإيمان والكفر، بين النور وبين الظلام، بين الحلال والحرام، بين الفساد والعدالة، ما بين حكم قبلي طبقي وما بين أن الناس سواسية كأسنان المشط، ما بين التسامح والسماحة وما بين الغلظة والرغبة في الانتقام والثأر التاريخي. نستحضر تلك الذكرى العطرة وتلك السنة القولية والفعلية كي نتأسى بها ونحن نعيش في هذا العالم المأزوم المليء بالمؤامرات والدماء والجنون وفقدان العقل وفقدان القدرة على التسامح والقدرة على اللين والرفق. النهاردة أيضا الرئيس المؤقت سيادة المستشار عدلي منصور ألقى كلمة مهمة جدا في هذه الذكرى العطرة، يمكن مهم جدا بالنسبة لنا ونحن نتعامل مع هذا الموضوع إن احنا نربط ما بين الحدث ونربط ما بين الذكرى. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تصدى له بالكتابة يمكن آلاف من الكتاب، لكن في دائما كتاب بنعود إليه لمايكل هارت وهو الخالدون 100 أعظمهم محمد، وده كان كتاب مهم جدا صدر عام 1978، ترجمه الكاتب الكبير رحمة الله عليه الأستاذ أنيس منصور. وفي هذا الكتاب أعطي سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام المرتبة الأولى في أهم 100 شخصية أثرت في التاريخ، وجاء في حيثيات منح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تلك المرتبة العالية، وهو الذي كرمه الله ويعني دائما كان يضع في مرتبة سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، وقال فيه إن وأنك على خلق عظيم. إنه الكاتب بيقول إنه أعطاه هذه المرتبة لأنه بناء على الإنجاز والبصمات التي تركها على الأرض والتي تركها بين بنو البشر. السؤال المهم، لماذا محمد؟ ممكن أي رسول يكون أم من الأنبياء أو من الرسل مكرم لأنه يحمل رسالة ويحمل هدية السماء إلى الأرض، لكن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام استطاع أن هو برسالته أن يجمع ما بين شقين، يجمع ما بين القيمة الروحية ويجمع ما بين القيمة العملية. ففي هذه الحالة نحن نتعامل مع عدة صفات، نتعامل مع الإنسان، نتعامل مع النبي، نتعامل مع الرسول، نتعامل مع القائد الذي يدير. لو كان سيد الخلق بيننا وهو يواجه ما نواجه اليوم، نواجه بعض الذين قرروا أنهم يحملون الامتياز الحصري والتوكيل الوحيد للإسلام، هم فقط الذين يدينون بالإسلام ونحن لا ندين به، هم جماعة المسلمين ونحن جماعة
من المسلمين، وأحيانا ينظر لنا على أننا جماعة والعياذ بالله كافرة أو خارجة عن الدين والملة. لو كان بيننا وراء التفجيرات ولا القتل ولا وراء المسلم يقتل أخيه المسلم أو المصري يقتل أخيه المصري، ماذا كان سينصحنا وبماذا كان سيفعل؟ يمكن ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور سعد الهلالي، هو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وهو عالم جليل وصاحب فكر مستنير وصاحب رؤية ثاقبة وصاحب قدرة تحليلية عظيمة، يستطيع أن هو يقدم لنا الرؤية المستنيرة لصحيح الدين ووضع أقدامنا على الطريق في فكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في إدارة الأزمة وماذا كان سيفعل لو كان بيننا. عايزين نربط الذكرى بالحدث. خلونا الأول نشوف ماذا قال الدكتور المستشار عدلي منصور اليوم في كلمته حول هذا الموضوع، وأهم ما جاء فيها عبارة مست الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتمس قلوبنا جميعا، وهي عينان لا تمسهما النار. أقول لأبنائي من رجال الشرطة البواسل، والقوات المسلحة خير أجناد الأرض، إن الله معكم في زودكم عن وطننا وشعبنا، فعينان حرمهما الله على النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا رئيس الجمهورية وهذا الفريق أبو عبد الفتاح السيسي الذي بدا عليه التعثر الشديد من عينان لا تمسهما النار أو حرم الله عليهما النار. لما جعلنا من هؤلاء يا رب. القصة التي يجب أن نتصدى لها ونحن نتعامل مع الذكرى العطرة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام أننا نتعامل مع شخصية هي استثنائية بكل المقاييس، وحينما نقول استثنائية ليس من باب النفاق وليس من باب المبالغة، نحن نتحدث عن النبي المهدي المهتدى سيد الخلق خاتم الأنبياء المرسلين مفتاح الجنة الشفيع المشفع، يعني مليون صفة ممكن نقولها صفة إيجابية في تلك الشخصية العظيمة، تلك الشخصية التي يمكن من خلالها أن هي تهدينا إلى حسن السبيل. نتذكر تلك الذكرى العطرة ولا ننظر إليها من باب الذكريات والعبارات المعتادة، ولكن ننظر إليها كطوق نجاة وحبل إنقاذ لنا من تلك الأزمة التي نحيها. بعد الاستراحة نناقش الدكتور سعد الهلالي في موضوع الحلقة، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كيف كان يدير أزماته وكيف يمكن أن نتعامل مع أزمتنا وتحدياتنا ونحن نتأسى به. عليك أفضل الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم الأحد قراراً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمعاقبة من يصوت دون حق في الاستفتاء بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة. شهدت جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر مناوشات واشتباكات بين طلاب الإخوان والأمن الذي استعمل القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ورد عليهم الإخوان بالحجارة وحرق كشك أمام مديرية أمن الجيزة. أعلنت وزارة الصحة أن الاشتباكات المتفرقة التي وقعت بعدد من الجامعات المصرية اليوم الأحد بين قوات الأمن وطلاب منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بلغت 6 مصابين، فيما أصيبت إحدى طالبات المدينة الجامعية بالأزهر بطلق ناري في عينها برصاص الإخوان. قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن فتاوى القتل هدفها هدم الدين الصحيح، مشدداً على أن الإرهاب والتكفير فتنة على الإسلام.
قال المهندس عبد الله فوزي رئيس شركة المترو أنه سيتم إعادة فتح محطة الجيزة بالخط الثاني بعد احتفالات 25 من يناير، لافتا إلى أنه حصل على موافقة الجهات الأمنية على إعادة فتحها. شن الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة هجوما حادا على وزارة الصحة بسبب تقاعسها عن القيام بدورها بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، واتهم الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان بالاهتمام بقضايا فرعية للأطباء وتجاهلها لمشاكل صناعة الدواء. أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى إلى كل من الدكتور حمدان بن مسلم بن مكتوم بن راشد المزروعي رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزراء الأوقاف السابقين الدكتور محمود حمدي زغزوق واسم الراحل الدكتور عبد الله الحسيني والدكتور محمد عبد الفضيل القوسي واسم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الفيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأسبق، والشيخ صلاح الدين محمود نصار إمام الجامع الأزهر الأسبق.